محكمة تحقيق الكرخة تصدر قرار منع سفر بحق أبو رغيف، وأوامر قبض تنتظر وزراء حكومة الكاظمي. بعد إيقافها إرسال الأموال، البارتي يهاجم المحكمة الاتحادية، وحكومة الإقليم تصف قرارها بالعدائي. السوداني يغادر العراق متوجهاً إلى فرنسا، والحلبوسي يصل الجزائر للمشاركة باجتماعات منظمة التعاون الإسلامي. لإعادة الاستقرار لسوق العملة، المالية النيابية تدعو لفتح بوابة مباشرة من البنك المركزي لشراء الدولار. أهلا بكم. أصدرت محكمة تحقيق الكرخة الثانية الخاصة بقضايا النزاهة قرار منع سفر بحق وكيل الاستخبارات السابق أحمد أبو رغيف. القاضي الأول في المحكمة ضياء جعفر أكد منح أبو رغيف المدة القانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله بعد عرض قضيته على المحكمة، ولا سيما المتهم هيثم الجبوري. أشار القاضي ضياء جعفر إلى أن المتهم سدد 9 مليارات من أصل 17 مليار دينار، وطلب مهلة لاستكمال كامل المبلغ المالي، وهو حاليا مطلق سراحه بكفالة مالية. هذا وأكد القاضي جعفر أن التحقيقات في قضية سرقة القرن مستمرة، وهناك صعوبة بشأنها كون أغلب الأطراف التي ارتكبت الجريمة خارج العراق، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة حتى العثور على مخرج لملاحقتهم بشكل أصولي وإعادة الأموال المهربة كافة. ولفت جعفر إلى أن محكمة النزاهة حريصة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل الأشخاص الذين أثروا في حساب المؤسسة الحكومية. في سياق متصل، كشف مصدر حكومي عن أوامر قبض ستصدر قريبا بحق وزراء سابقين. المصدر قال بأن أوامر قبض ستصدر بحق وزراء من الحكومة السابقة ضمن حملة مكافحة الفساد الإداري والمالي. يشار إلى أن النزاهة شكلت هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى المودعة في مديرياتها ومكاتبها في بغداد والمحافظات وما يحال عليها من قضايا. هذا وأعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدام بحق وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي على خلفية ارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته. وذكر بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة أن الاستقدام جاء لاستحصال الغانمي قرارا باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة والاستحواذ على قطعة أرض تبلغ نحو 3000 متر لمنفعته الشخصية على حساب مصلحة الدولة، موضحا أن الكشف المعاد من قبل الجهات المعنية في الديوانية بيّن عدم صحة ما ورد بالكشف المرافق إلى وزير المالية. يقع العديد من المستثمرين في بابل ضحية الفساد المستشري بالمحافظة، إذ يتعرض معظمهم لعمليات ابتزاز من قبل شخصيات متنفذة في المدينة. كان يقول شوف احنا نعطيك فلوسك، بس اذا شفتك تطلع بقناة، واذا شفتك تطلع بمظاهرات، واذا شفتك تروح للمحكمة، اجيبك عيقك هنا وخليك تحترف حتى عن النبو محمد. بعملية ابتزاز محكمة يقع احمد ضحية فساد بين محافظي بابل الاسبق واحد المسؤولين في بغداد، نتيجة تقديمه على استثمار قطعة ارض صناعية لفتح معمل تجاري ليتم طلب مبلغ مالي يتجاوز 100,000 دولار أمريكي لتسهيل إجراءات الحصول عليها. وردت أخذ قطعة حي صناعي، فرحت للبلدية، تلقاني مدير البلدية ومروان والمحافظ حسن منديل وإشام، وقال هو نبيع الكياها تعطينا فلوس يلا نكمل.
ما اعرف والله ياخذون مبلغ من عندي لمن صار حساب 10 شدات. طلعت انا ما اعرف يعني يوميا يودوني للطابو وللضريبه لا طلع كل شيء ما يضحكون علي. اكتشفت هذا الموضوع رحت اشتكيت. التوجه الى وكاله الاستخبارات واتباع القانون خطوه اولى اتبعها احمد بعد ابتزازه. يتفاجأ بعد ذلك بتدخل المحافظ الأسبق واتصاله بوزير الداخلية لإقالة مدير الاستخبارات بعد تعاونه مع الضحية. هلا أثناء ما طلعنا زعل المحافظ طلع خابر وزير الداخلية وخابر أبو رغيف نفس الدقيقة الكمش بيهم على خوام كمش الملف الفساد نفس الدقيقة طلعوا نفس اللحظة نزلت طيارات بالمتجع وطلعوا على خوام. ايه الكاظمي رئيسان طلعوا على خوام نزل عليه ابو رغيف ووزير السابق عشان طلعوه من منصبه. لم تنفع محاولات حسن منديل ومحمد جوحي ابن اخي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق احد ابرز المتورطين باسكات احمد، بل اجتمعوا معه في المنطقه الخضراء لتهديده وارغامه باتهام وسام اصلان المحافظ الحالي بحسب ما يقول. طبيت اجى طب هو شو اسمه قالوا هذا رائد جوحي طبوا ماكو نص ساعة كانت رمضان ورا الفطور نص ساعة لهذا المطعم وطلعوا بعدني رجع قعدنا ببيت بيته هو مال أحد المقاولين عرفته قعدنا بس أنا واللي دي رائد جوحي محمد وحسن مديل. كان قال لي ليش سويت انت قببت المظاهرات قببت الحلة وهسه الديوانية قببت كانت مظاهرات قوية ليش انت شنو حضرتك صار نشر محافظة باب الواقفة من وراك؟ نعم جاب طار وسام اصلان انا الرجل يعني احكي الحق. محمد جوحي قال وسام اصلان انت قاعد يدفعك وقاعد يعطيك فلوس بالعكس انا احكي هسه يعني على وسام اصلان ايش شفته انا من اشتغله مو كان حسن منديل ولا غير حسن منديل انا ما قدرت اخذ لي يعني انا معمل اخذه فتح بي يعني شغلي ما خلوني اطب حي الصناعي. زيد الشهيب الرابعه بابت. وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قرار المحكمة الاتحادية الأخير بإلغاء إرسال الأموال لكردستان بالعدواني. بارزاني في بيان قال بأن القرار يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وبرنامج تحالف إدارة الدولة، مضيفا إنه كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد قامت المحكمة الاتحادية بزعزعة هذه الفرصة بإصدار قرار عدائي يزيد من حجم التعقيدات، مطالبا حكومة السودان وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى إبداء موقفها حيال ما وصفه بالخرق والمعاداة اللذين يمارسان من قبل المحكمة ضد مصالح العراق والإقليم. من جهته عد رئيس أقليم كردستان جيرفان بارزاني قرار المحكمة الاتحادية غير عادل، وقال بارزاني في بيان أن القرار يستهدف العملية السياسية في العراق والاستقرار السياسي والاتفاق الذي بموجبه تشكلت الحكومة العراقية الجديدة، مضيفا أنه كان ينتظر من المحكمة الاتحادية أن تحافظ على مصالح جميع المكونات وتراعي الوضع السياسي وأن لا تضع الاستقرار السياسي في خطر. هذا وأصدرت حكومة أقليم كردستان بيانا غاضبا بشأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء تحويل الأموال إلى كردستان. حكومة الإقليم في بيان أشارت إلى أن هذه القرارات تعد انتهاكا صارخا وواضحا للدستور العراقي وتتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكلت الحكومة الجديدة، داعية الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح اتجاه قرار المحكمة الاتحادية والذي اعتبرته مخالفا للمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب. إلى ذلك أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن قرارات المحكمة الاتحادية تلزم جميع الأطراف في تطبيقها بوصفها الجهة العليا في البلد.
عضو الاتحاد طالب نوروز قال بأن أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعون إلى التصعيد في أغلب الأحيان وعدم التفاهم مع الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن حزبه دائما ما يكون قريبا ومتفقا مع قرارات الحكومة المركزية ويسعى إلى الشفافية في العديد من الملفات. النائب المستقل مصطفى سند في مقطع فيديو بثه من داخل المحكمة أكد أن قرار المحكمة الاتحادية صدر بناء على الدعوى التي أقامها، مبينا بأن المحكمة اعتبرت قرار تحويل الأموال إلى أقليم كردستان مخالفا للقانون ولمواد الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم قرار تاريخي، قرار المحكمة الاتحادية إلغاء كل القرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى أقليم كردستان خلافا للقانون وخلافا للدستور بناء على الدعوة اللي قامتها أنا، وبذلك وقفنا نزيف المال اللي على طول عقدية من الزمان وكان أمام فرجة لجميع الموجودين، والحمد لله والشكر هذا هو انتصار للحق، وما هو به نفس عنصري لإخوان شعب أقليم كردستان ولا بتطرف من ناحيتنا كجنوبيين ولا بعداء شخصي لرئيس وزراء السابق مصطفى الكاظمي أو رئيس وزراء الحالي محمد الشيع سلاني، بل هو لإنصاف وقرار الحق والعمل بالدستور والعمل بالقانون وإحقاق كل ذي حق حقه، وهي أموال الوسط والجنوب وهي أموال العراقيين، وتعطى ووهب الأمير ما لم يملك. قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء تحويل الأموال إلى كردستان أثار غضب قيادات الإقليم وسط تحذير من انهيار تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة الحالية. رغم من أن قرارات المحكمة الاتحادية دائما ما كانت مبنية على أسس وأطر دستورية بعيدة عن مستنقع السياسة مهما كانت النتائج، لكن المثير في الموضوع أن موقف أحزاب وشخصيات من المحكمة يتغير بحسب القرارات التي تصدرها، فإذا توافقت هذه القرارات مع سياسة حزب أو كتلة نالت المحكمة الثناء والعكس صحيح، إذ غالبا ما تشن كتل وشخصيات الحرب على المحكمة وتتهمها بالتحيز والتحزب والتسييس إن كانت قراراتها بالضد منها. وآخر هذه القرارات هو الحكم بعدم دستورية الأموال المرسلة من بغداد إلى إقليم كردستان، والذي أثار غضب الإقليم على الرغم من أن القرار حدد فترات الحكومة السابقة حينما كانت أصيلة وتصريف أعمال ولم تشمل الحكومة الحالية، وامتد غضب قيادات الإقليم إلى تحذير رئاسة كردستان من انهيار تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة بعد أن وصف رئيس الإقليم نجرفان بارزاني قرار المحكمة الاتحادية بغير العادل، منوها إلى أنه يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة الجديدة في إشارة إلى تحالف قوى الدولة، في الوقت الذي وصف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قرار المحكمة بغير العادل وأنه ضد الحكومة الاتحادية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه. ليبقى بذلك دور المحكمة الاتحادية متعلق بمدى اكتراث المنظومة السياسية بالقرارات القضائية، فإن وجدت من مصلحتها أن تبقيها فستبقيها، وإن ارتأت غير ذلك فهي ربما تحاول تسييس المحكمة بالطريقة التي تريدها. إذا نناقش هذا الموضوع بتفصيلاته مع الخبير القانوني الدكتور محسن العقالي. أهلا بك دكتور محسن. أهلا وسهلا. إذا من حيث انتهى التقرير نبدأ، يعني من ربما هو عدم تقبل قرار المحكمة الاتحادية من الكتل السياسية بغض النظر عن دستورية القرار، لكن هناك تعاطي مع هذا القرار بحسب ربما مصالح هذه الكتل. نعم، تحية طيبة لك سيل لجميع السادة المشاهدين. أهلا بك. حقيقة المحكمة الاتحادية عندما تتخذ قرار معين هي لا تنظر إلى
نوع التحالفات السياسية أو ما تم الاتفاق ما بين الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة وبعد تشكيل الحكومة، وإنما المحكمة الاتحادية لديها مرجع واحد فقط وهو الدستور، بالتالي إذا كان هذا القرار موافق للدستور المحكمة الاتحادية تجيز هذا القرار، أما إذا كانت هناك مخالفة دستورية سواء لقانون أو لقرار فبكل تأكيد المحكمة ستقف بالضد من هذا القرار بغض النظر عن نوع العلاقة ما بين الكتل السياسية. احنا اليوم شنو اللي يحكم العلاقة ما بين اقليم كردستان وما بين المركز بغداد؟ يحكمها تحديدا المادة 11 من قانون الموازنة العامة للاتحاد لسنة 21. هذه المادة ألزمت الحكومة المركزية في بغداد بأن تدفع مستحقات إقليم كردستان، ولكن وضعت شرطا بأن يقوم هذا الإقليم بدفع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا وبسعر شركة سومو إلى المركز إلى بغداد. طيب. ولا يتم دفع هذه المستحقات وهذه الرواتب إلا بدفع بخلاف هذا الشرط. لا يتم دفع الرواتب والمستحقات. من ذلك التاريخ يعني من سنة 21 ولحد هذه اللحظة لم تقم كردستان الإقليم بدفع ولو دينار واحد إلى الحكومة المركزية. إذن خالفت الاتفاق. خالفت الشرط. جاءت حكومة السيد الكاظمي ووفق المعطيات والتحالفات السياسية فالتفت على قرار المحكمة الاتحادية آنذاك، وتحديدا في شهر السادس 21 أمر رئيس الوزراء السابق وزارة المالية بصرف ما مقداره 200 مليار دينار شهريا كسلف أو كدين على أن تستوفي لاحقا من حصة الإقليم، واستمر المركز يدفع شهريا 200 مليار دينار إلى إقليم كردستان كسلف أو كدين، ولكن هذه الديون أو هذه السلف لم يتم استرجاع ولا دينار واحد منها لحد هذه اللحظة. ثم يعني هذا كان وفق قرار مجلس الوزراء 194 لسنة 21. ثم صدر قرار آخر أيضا، يعني الجمهور والمشاهد يتذكر عندما صار نوع من الفيضانات والأمطار عوضوا كردستان بثلاثة مليار دينار من أموال المركز أيضا على أن تسترجع لاحقا، ولم يتم استرجاع هذا المبلغ أيضا. عندئذ يعني تحرك بعض النواب للطعن بهذه القرارات. هي هنا المشكلة، يعني أنه ربما أنه القرار اتخذ بهذا التوقيت، أم أنه ربما يعني ذكرت حضرتك بنهاية كلامك أنه تم الطعن بها، هو بسبب الطعن أم هو التوقيت أم ماذا الذي دفع المحكمة بأن تتخذ هذا القرار بالوقت الحالي على اعتبار الموضوع سابق؟ لا يعني أولاً إحنا القضاء بصورة عامة والمحكمة بصورة خاصة هي لا تتحرك من تلقاء نفسها، يعني لابد من أن يتم تقديم طعن من قبل أحد النواب، من أحد النواب، من أحد، من أي شخص ذو مصلحة، يعني مو شرط إلا نائب، لكن هذا القرار تم بطعن من قبل النائب مصطفى سند تحديدا، وهذه المدة كلها كانت المحكمة الاتحادية تقوم بدراسة القرارات وبتأجيل هذه القرارات إلى أن صدر اليوم. طيب. توقيت القرار يعني ليس له علاقة بنوع العملية السياسية. أنا قلت بأنه المحكمة هي تنظر إلى مدى دستورية أو عدم دستورية القرار بعيد عن التفاهمات السياسية. طيب هسه بعد ما تم اتخاذ القرار من قبل المحكمة الاتحادية، هناك شخصيات أو حتى أطراف ترى بأن هذا القرار هو قرار ربما غير عادل، قرار يؤدي إلى هدم العملية السياسية والتحالف والاتفاقات ما بين الكتل السياسية التي شكلت هذه الحكومة. هذه التصريحات لهذه الشخصيات أو هذا الطرف أو ذاك، هل يعني يتم اتخاذ إجراء قانوني وفقها أو بحقها؟ يعني بطبيعة الحال حقيقة نحن سمعنا ردود أفعال كانت يعني إذا صح التعبير قاسية أو غير منطقية من قبل حتى قيادات سياسية وحزبية كبيرة في الإقليم، وشبهت المحكمة الاتحادية بمحكمة الثورة في النظام السابق. هذا يعني فيها إهانة للقضاء العراقي وقانون العقوبات العراقي في المادة 226 المادة 229 نص على أنه من إهان المحاكم العراقية أو المحكمة القضائية خصوصا إذا كانت بصورة علنية اعتبرها ظرف مشدد وبالتالي يعاقب بالسجن أو بالحبس بحسب الأحوال، وبالتالي هذه التصريحات هي تعتبر مخالفة للقانون، خاصة وأن المحكمة الاتحادية هي قراراتها ملزمة وباتة بحكم المادة 93 و94 من الدستور.
ما أريد أن أذكر أيضا بأنه اليوم قرار المحكمة الاتحادية أصبح مرجعا قانونيا ملزما ليس للحكومة الحالية فحسب بل حتى للحكومات اللاحقة فيما بعد بعدم تحويل أي أموال إلا وفقا للقانون. أنا هو سؤالي لحضرتك فيما يخص هذا الموضوع، يعني حضرتك ذكرت العقوبة أو الإجراء اللي ممكن تتخذه المحكمة الاتحادية بحق من تهجم أو أهان القرار أو حتى ربما تحدث عنها بطريقة غير مستحقة. فيما يخص قرار المحكمة وحضرتك ذكرت أنه أصبح ملزم لجميع الأطراف وليس فقط لهذه الحكومة حتى للحكومات اللاحقة، اليوم بأي طريقة قانونية ستتعامل الحكومة، حكومة السيد السوداني التي هي ربما نتاج اتفاق سياسي؟ صحيح. يعني إذا ما أردنا أن نبحث عن مخرج يكون المخرج من خلال الموازنة القادمة، لأنه إحنا أساساً ضمن الموازنة؟ نعم ضمن الموازنة القادمة، لأن إحنا أساساً أنا قلت قبل قليل بأنه آلية التعامل مال بين المركز والإقليم تعتمد على المادة 11 من قانون الموازنة سنة 21. واضح. ولذلك اليوم إذا ما أرادوا مخرجا لهذه العملية عليهم أن يتم المخرج من خلال الموازنة القادمة، يعني موازنة 23 التي هي على الأبواب. من الممكن أن يتم هنا اتفاق سياسي ما بين القوى السياسية بوضع مادة قانونية يستطيع من خلالها المركز أن يضمن حقوقه بالحصول على عائدات النفط من المفترض التي أن يدفعها الإقليم إلى المركز، ومن ثم المركز أيضا يقوم بمسؤولياته بدفع مستحقات الإقليم، قد يكون بالتقسيط مثلا هذه المبالغ المتراكمة على الإقليم وفق الاتفاق السياسي، ولكن يجب أن تثبت وفق مادة قانونية من خلال قانون الموازنة. إذن الخبير القانوني دكتور محسن العقيلي كنت معي ضيفا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. شكرا لك. من جديد أهلا بكم. وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان أن الحلبوسي سيترأس بصفته رئيس اتحاد البرلمان العربي اجتماع المجموعة الجيوسياسية العربية المنعقد على هامش المؤتمر، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي لبحث توحيد المواقف ووضع رؤى موحدة بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالمستجدات الراهنة. من جهته غادر رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى فرنسا في زيارة رسمية، وذكرت مصادر مطلعة أن السوداني قد غادر العراق متوجها إلى باريس لبحث العلاقات المشتركة، فيما أشارت المصادر إلى أن وفدا رفيع المستوى كان برفقة السوداني. لتعزيز وضع الحكومة سياسيا واقتصاديا يعتزم رئيس مجلس الوزراء زيارة واشنطن بعد جولات مشابهة شملت دولا عدة وتمثلت بتوقيع عدة مذكرات تفاهم وآخرها كان مع الجانب الألماني. بانفتاحنا على المحيط الدولي تتحرك حكومة السوداني لإنشاء شراكة واتفاقيات تعزز من الوضعين السياسي والاقتصادي للبلاد،
قمة ثلاثية وزيارة إلى ألمانيا ومثلها إلى فرنسا وأخرى مرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يرى فيها مراقبون خطوات جيدة إذا ما استثمرت بشكل صحيح بما يتماشى مع المنهج الوزاري للحكومة الحالية. السيد محمد الشياع السوداني جاد بتطبيق برنامجه الحكومي من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها بذهابه إلى ألمانيا وعقد اتفاقيات صيانة وتأهيل مع شركة سيمنز، ومن ثم موضوع زيارة فرنسا، وآخرها سيكون الزيارة المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإصلاح الاقتصادي الذي تسبب بردائته تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق الموازي. وتمثلت أولى ثمار هذه الزيارات بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الألماني للنهوض بالواقع الكهربائي من خلال شركاتها الرصينة، خطوة استراتيجية تضمن معالجة حقيقية لهذا القطاع إذا ما كانت النوايا جادة بتحويل هذه الاتفاقات إلى وقائع ملموسة على أرض الواقع. تعزيز الثقة وتعزيز التواصل بين العراق مع الدول الخارجية شأنه تعزيز الثقة بين الشركات الخارجية للعمل داخل العراق، وأيضا من منظور السيد السوداني قام بالذهاب إلى ألمانيا من أجل التقاعد من أجل ملف الكهرباء وأيضا ملفات ثانية اقتصادية كانت على وخدمية. لم يلمس الشارع العراقي أي نتائج تذكر للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت أبان الحكومات السابقة، لذا يعول أن يكون هذا الحراك بنسخة مغايرة تحقق تنمية اقتصادية. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. حثت اللجنة المالية النيابية على فتح بوابة مباشرة من البنك المركزي لشراء الدولار لتخفيض سعر الصرف وإبعاده عن المضاربة. عضو اللجنة جمال كوجر دعا البنك المركزي إلى فتح أكثر من فرع داخل المحافظة الواحدة لتسهيل وصول التجار وأصحاب الصيرفات لشراء الدولار. ولفت كوجر إلى أن القرارات المتخذة لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني لتخفيض الدولار مهمة. من جهته كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن خطوة نحو الدفع الإلكتروني في التعامل التجاري في القطاعات الخاصة والحكومية لحماية العملة العراقية. صالح ذكر أن التوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني سيكون عاملا في التحول من كلفة استخدام النقود الورقية، لافتا إلى أن هذا أمر مهم في التعاملات اليومية للمواطنين. وأوضح صالح أن توجه العراق نحو تلك الخطوة في التعامل التجاري سيحمي العملة الوطنية من التلف. تتعالى الأصوات الشعبية من أمام البنك المركزي للمطالبة بخفض قيمة الدولار أمام الدينار بعد أن تسببت التقلبات الأخيرة في سعر الصرف بارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. قرب البنك المركزي تجمع بتظاهرات تطالب بخفض قيمة الدولار أمام الدينار والذي يواصل الارتفاع رغم الإجراءات الحكومية المتعددة، والأصوات تعالت لإرجاعه لسعره السابق قبل أن يرفع بعهد حكومة الكاظمية. احنا في مركز بغداد التجاري في الشورجة وقرب البنك المركزي، رسالتنا واضحة، احنا جايين بهدف سياسي، احنا جايين مطالب اقتصادية، مطلبنا الاقتصادي وتخفيض قيمة الدولار. نلاحظ ان الحكومة غير قادرة على الموازنة ما بين الدولار المحلي وبين شروط الـ FDI الامريكي. خضوع الحكومة للـ FDI الامريكي هذا معناها انها تخضع العملة العراقية الى إرادة اقتصادية امريكية. احنا نريد نعيش، ليش قطعوا علينا؟ سووا البيض 3000 بيضات 3000، هم ما يدرون بها المسؤولين، مستشاريهم يكذبون عليهم. السودان يكون ينزل البنك المركزي، ينزل الشورجة، ليش الاموال هاي القمصلة كنت اشتريها ب10 هسه ب20000؟ انا علي حصار ما علي حصاراني. انا بالنسبه لي كعراق منفتح على الدول العالم كلها، شنو ادفع ضريبه غيري؟ وتعيش الاسواق حاله من الارتباك مع شحات الدولار وعدم استقراره رغم بيع نافذة العملة لأكثر من 100 مليون دولار في اليوم، وتسعى الحكومة بعدة إجراءات لتقليل أضرار هذا الارتفاع عبر عدة خطوات.
اليوم السوق واقف، الحركة الاقتصادية صعبة، الظروف الاقتصادية صعبة اللي يمر بها المواطن المتأذي من وراء الدولار. هو السياسي حتى لو توصل الورقة 600 ما يهتم، بس الفقير متأذي من وراء الدولار، شغل ماكو عمل. احنا حمالة نطلع حمالين نطلع على 5000 دينار، لو نحصلها لو ما نحصلها، شو اللي استفاد المواطن الفقير من زيادة سعر صرف الدولار؟ باع السوق واقف، الشباب منهارة، العوائل منهارة، اليوم المواطن الفقير حصل عليه بطل زيت يشتري. بالنسبة لهذا التجمع اليوم في ساعة الرصافي، يعني هو المسألة طرح والضد من سعر صرف الدولار، يعني صرف الدولار على المستوى المحلي يعني أورث للشعب العراقي مشاكل كبيرة جدا، يعني من ناحية المعيشة والاقتصاد المنهار أصلا يعني منذ عشرات السنين، يعني وماكو به أي حل لتحسين أوضاع الشعب الاجتماعية. ويتخوف المواطنون من استمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار، مطالبين بخطوات أكثر قدرة على مواجهة هذا الصعود الذي بدأ يثقل كاهل العراقيين مع زيادة أسعار أغلب المواد الغذائية والسلع. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. أعلن وزيره التجارة أثير الغريري شراء 150 ألف طن من الحنطة الأسترالية لدعم مفردات البطاقة التموينية للاستحقاقات القادمة. وذكر الغريري أن عملية الشراء جاءت بهدف تعزيز خزين البلاد من الحنطة وضرورة المحافظة على أسعار الطحين في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تأمين المزيد من الكميات المستوردة لتعزيز الخزين الوطني ودعم الأمن الغذائي. حالة من الركود أصابت الأسواق في الناصرية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تسببت به تقلبات أسعار الصرف، الأمر الذي ألقي بظلاله على المواطنين في المحافظة. قلق وشلل شبه تام بدأت تعيشه أسواق الناصرية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. مواطنون تحدثوا عما أصاب الأسواق وحالة الكساد التي بدأت تشهدها بعد انخفاض نسب المتوضعين بشكل واضح. بالنسبة لارتفاع الأسعار، المتضرر الوحيد هو المواطن البسيط، أما الإنسان اللي يمتلك راتب قوي ما متضرر. يعني ارتفاع الأسعار يوم ورا يوم جاي يزيد الضعف. مؤامرة ضد الفقير، وين نروح وين نطلب جهنة؟ خلي يفتحون حدود ونشرد ونخلي البلد لهم، النفط والهاي كله نخلي لهم. كان منين يجيب هو ويشتري؟ منين يجيب ويشتري الطحينة؟ كيس الطحين ب60 ألف. ولم يدري المواطن أن ارتفاع الأسعار في الأسواق ليس مسألة وقت قصيرة وأيام معدودة، فنيران الأسعار ما تزال تلهب المتبضعين وكل شيء أصبح باهظا. هسه احنا ما عرف من الدولة شنو مسويت للمواطن. الدولار يوم 53، يوم 55، يوم 56، اليوم 65، يعني دمرنا دمار والله. من الصبح لحد الان بالخمسة ونص صارنا غابش للمحل، حد هسه ما بايعنا مين صمونه. هاي المحلات قاعده الناس لا بيع ولا مشترى. ادري الدوله شنو موقفها هسه والمواطنين، شو منطق المواطنين؟ اصحاب الدخل المحدود هم ضحيه ارتفاع الاسعار، حيث ارتفعت أصواتهم مطالبين الحكومة النظر إلى هذه الشريحة البسيطة. وتستمر عواصف الأزمات على العراقيين ليأتي الدولار ويزيد الطين بلة، وسط غياب للدور الحكومي للسيطرة على الأسواق أو على ارتفاع أسعار صرف الدولار. من ذي قار، نور صادق، قناة الرابعة الفضائية. ختام هذه النشرة نذكركم بعناوينها. محكمة تحقيق الكرخ تصدر قرار منع سفر بحق أبو رغيف، وأوامر قبض تنتظر وزراء حكومة الكاظمي. بعد إيقافها إرسال الأموال، البارتي يهاجم المحكمة الاتحادية، وحكومة الإقليم تصف قرارها بالعدائي. السوداني يغادر العراق متوجهاً إلى فرنسا، والحلبوسي يصل الجزائر للمشاركة باجتماعات منظمة التعاون الإسلامي. لإعادة الاستقرار لسوق العملة، المالية النيابية تدعو لفتح بوابة مباشرة من البنك المركزي
لشراء الدولار. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع قناة الرابعة دوت تي في، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم وإلى اللقاء.